السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بذرة وفسيلة. النهاردة هنتكلم عن نبات جميل جدا جدا، نبات جذاب جدا، وهو نبات صباح الخير. سمي هذا النبات بنبات صباح الخير لأن أزهاره تتفتح عند سطوع الشمس. اسمه العلمي بورتلاكا جراندي فلورا، ومن أسمائه الشائعة أيضا زهرة الصباح ورجلة الزهور. يعتبر من أنواع النباتات اللي بتغطي التربة زي نبات قطر الندى، نبات سريع النمو لا يتعدى ارتفاعه 20 سنتي. يعتبر من النباتات العصارية. أزهار هذا النبات تتميز باللون الساطع المميز، يتوفر منها عدة ألوان، منها الأبيض، منها الأرجواني والأحمر والبرتقالي والأصفر. هذه الأزهار تتفتح فقط تحت أشعة الشمس المباشرة، عشان كده بنلاقي الأزهار دي بتقفل في الصباح الباكر وقبل الغروب. يبقى يا جماعة النبات ده بيحب أشعة الشمس المباشرة، ما ينفعش نزرعه في مكان ظل أو مكان نصف مشمس. عشان ينجح النبات ده معانا لازم نضعه تحت أشعة الشمس المباشرة. نبات سهل العناية، ممكن نزرعه في أسس، ممكن نزرعه كغطاء للتربة. زي ما قلت نبات سهل العناية خاصة للناس المبتدئين في عملية الزراعة. نبات بيتحمل الجفاف، يتحمل الحر الشديد. بالنسبة بقى للري، لازم نسقيه عند جفاف التربة. خدوها قاعدة كده، أي نبات عصاري بنسقيه عند جفاف التربة. يبقى عشان النبات ده ينجح معانا يا جماعة لازم حاجتين اتنين: نضعه تحت أشعة الشمس المباشرة، ونرويه عند جفاف التربة. وكمان لازم القصيص اللي نزرعه فيه يكون جيد التصريف للماء الزائد، تجنبا لمشكلة تعفن الجذور. يبقى يا جماعة نستنى لما التربة تجف تماما تماما وبعدين نرويه. مشكلة هذا النبات يا جماعة انه بيتأثر بفترات الصقيع والبرودة الشديدة، عشان كده في فصل الشتاء لازم نحميه من مياه الأمطار، وكمان نعرضه لأشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان. هنتكلم بعد كده عن التربة المناسبة لهذا النبات. هذا النبات ينمو في أغلب أنواع التربة، يعني ممكن نزرعه في تربة طينية، ممكن نزرعه في تربة رملية، ممكن نزرعه في خليط من التربة الطينية والرملية، ممكن كمان نزرعه في تربة البتموس. يبقى نبات سهل العناية، سهل الزراعة، خصوصا للناس المبتدئين في عملية الزراعة. آخر حاجة هنتكلم عليها هي عملية تكاثر هذا النبات. لو عايزين نعمل عملية تكاثر لهذا النبات عن طريق حاجتين اتنين، يا إما عن طريق البذور أو العقل، ولكن الطريقة الأشهر والأسهل هي التكاثر عن طريق العقل. كل ما علينا إن احنا بنقطع أو نقص أي عقلة وبنغرسها مباشرة في تربة تكون خفيفة جيدة التصريف للماء الزائد، سنجد أنها تتكاثر بصورة رهيبة وتغطي التربة أو القصيص. وممكن لو عايزين نعمل تنوع في الألوان، نقطع عقلة من كل لون، يعني نقطع عقلة باللون الأصفر، باللون الأبيض، باللون الأحمر وهكذا، ونزرعها في مكان واحد. ده بيدي منظر بهيج ومنظر جميل جدا وجذاب. في نهاية حلقتنا عن نبات صباح الخير، أنصح الناس المبتدئين في عملية الزراعة باقتناء هذا النبات. وزي ما قلت عشان نحافظ على هذا النبات لازم حاجتين اتنين: نضعه تحت أشعة الشمس المباشرة، ونرويه عند جفاف التربة. أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا بموضوع حلقتنا النهاردة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع نبات جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.